صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور رحي للغرايب وعضوية 20 من ذوات الوطن. وقال عضو مجلس الأمناء الأب نبيل حداد في تصريح لنورسات إن جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية عكف على الاهتمام بجميع مناحي الحياة في الدولة الأردنية والمساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس، لذلك تشرفت مجددا بنيل الثقة الملكية كعضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بمعية مجموعة من أبناء الوطن الذين يمثلون كافة شرائح مجتمعنا الأردني الطيب. منذ أن تولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية عكف على الاهتمام كعادة الهواشم بجميع المناحي في الحياة الأردنية في الدولة الأردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي غيرها مثل النواحي الإنسانية. فتكرم جلالته حفظه الله فشكل بإرادته الملكية السامية أول لجنة ملكية لحقوق الإنسان ترأستها جلالة الملكة رانيا عبد الله حفظها الله، وتشرفت أن كنت أحد أعضائها العشر. كانت مهمة هذه اللجنة هي الاطلاع على كافة القوانين والأنظمة والممارسات في الدولة الأردنية فيما يخص احترام حقوق الإنسان، حق المواطن الذي يؤكد على كرامة المواطن وعلى المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس. وفي عام 2006 صدر قانون يعين المركز الوطني لحقوق الإنسان وأن يعين أيضا مجلس أمناء رئيسا وأعضاء لهذا المركز، وتشرفت مجددا في الشهر الماضي بأن أبلغت بأن حزت على شرف نيل الثقة الملكية عضوا في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بمعية رئيس وأعضاء هم من خيرة أبناء الوطن ويمثلون كافة شرائح مجتمعنا الأردني الطيب. وهذا المركز الذي يعتبر من أهم بل من أكثر المراكز التي تعنى بحقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط يشكل علامة فارقة في هذا النهج الهاشمي، النهج الوطني الأردني في احترام الإنسان وكرامته وحقوقه وحريته، خاصة أننا في هذا الوطن نسجل دوما هذا السبق في أننا نموذج في احترام كرامة الإنسان وحريته، وأننا وطن الإيمان والأمان ووطن الوئام. وأنتهز هذه الفرصة التي أطل فيها من خلال شاشة نورسات العزيزة أن أشكر كل الإخوة من الشخصيات والقيادات السياسية والإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية ومن الإخوة أبناء كنائسنا وفي مقدمتهم أصحاب السيادة المطارنة وإخوة الكهنة على تعدد انتماءاتهم، أسجل لهم جميعا الشكر. ولن ننسى أن نشكر هذه المحطة التي تحمل صورة لاحترام
الإنسان وكرامة الإنسان. شكرا لنورسات الأردن ولمديرته ولجميع العاملين فيه، وأؤكد بأن صوتنا سيبقى دوما الشهادة المسيحية العربية التي تحمل رسالتها محطة نورسات في هذا المشرق العزيز.